كما يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة القس هاني عزيز رئيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية ورئيس جمعية البيارق البيضاء. بعد التحية قس هاني، أهلا بك في نشرة الثامنة. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أكد اليوم في جلسة مجلس الوزراء بأن التعايش والتسامح هما يعني إحدى السمات الرئيسية في هويتنا البحرينية الأصيلة. صور السلام والتعايش في مملكة البحرين عديدة، ولطالما حرصت مملكة البحرين على اتباع هذا النهج تنفيذا يعني توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة، كيف تصفون ذلك؟ أولا بشكركم وعلى هذا المداخلة وسمحتوا لي أني أشارك معكم، شكرا لكم. حقيقي في كل مرة جلالة الملك بيتكلم وبيعطي خطبة من خطبه بتكون فعلا كأنها مرجعية أو ورقة طريق إن إحنا بنمشي عليها. وفي البحرين السلام والتعايش والمحبة هي منقولة من الأجداد إلى الأبناء إلى الأحفاد. فالسلام دايما والتسامح والتعايش شيء أساسي جدا جدا في البحرين. وشعب البحرين الكريم بيمشي وراء قيادته اللي دايما تمشي وراء السلم وراء التعايش والمحبة. لما بنشوف انه في كيلو متر واحد في المنامة بنلاقي معظم الأديان موجودة في كيلو متر واحد، في المسجد، في المأتم، في الكنيسة بالثلاث طوائفها، في السيخ، في الهنود، في معبد اليهودي. فده يعني شيء رائع جدا، تلاقي هذا التنوع الرائع الرائع اللي موجود على أرض البحرين. وشيء رائع جدا إنه شعب البحرين شعب مثقف، شعب يقبل الآخر مهما كان هذا الآخر، ولكن في نفس الوقت شعب متمسك بدينه، متمسك بحضارته، متمسك بعرفه وتقاليده، ولكن منفتح عن الآخر وقلبه مفتوح للآخر مهما كان هذا الآخر. ده شيء رائع جدا موجود ومؤصل في البحرين وشعب البحرين وقيادة البحرين. نعم القس هاني عزيز رئيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية ورئيس جمعية البيارق البيضاء، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.